معكم، مرحبا بكم معنا قاسم مقاس في عدد الثالث تاع كان ما تقول حتى واحد بالنسبه للتغطيه الخاصه بالحصه تاعنا لكاس امم افريقيا الكاميرون 2022. اليوم حبينا باش تكون افتتاحيه تكون قاسم مقاس، هذا شيء واضح. لا غروند ايكيب كامل التيم راه موجودين حاضرين باش ان شاء الله نهار اليوم فيها ساعه وقريب نقولوا 80 دقيقه بالاحرى اللي حجمعنا كيف تمنى ان شاء الله تكون خفيفه، و 80 دقيقه هذه اتمنى تكون خفيفه وتكون ايضا مزج بين الابتسامه وتمنشير العدب الصغير وكذا. اول ملاحظه واول شيء اللي نبداو به ونفتحوا بها الحصه تاعنا نقولوا ما شاء الله عندي 10 كرونيكر في اليوم الثاني، بانت الحقيقه وتقول باللي الامس جبتوها كاع وضعي تسلل. نبداوها بالتكهنات ويا سلام واش بالتكهنات. خلينا نحيت لكم انا لا كونفيونس انا هذيك تاع المنتخب الوطني، خاطر كنت دخلت معاكم في التكهنات كنت تقولوا لي 4-0، واحد اخر يقول لي 3-0، يقول لي 5. هذيك هيا معليش رحنا هيا اني معاكم رحنا كاع كوتي. بصح خويا كاين انوش مافيا في لا كونفيونس، وكاين واحد اخر صديقي من صديقي مصطفى اللي هو ثاني عنده الثقه وقال نعطيك مامني سكور خويا ولا بالاحرى نديروها بتي روتور اون اريير. اعطوني الصوره تاع مصطفى كي قالنا نعطيك مام سكور، هذه نحب نشوفها انا نحب نشوفها باش لا لا فيها فيها تاع نيجيريا فيها فيها هو النص فيها نعطيك ريزلت انا. اوه شوف الناس كيفاش ترفع السقف. ايوه تفضل 1-0 المخرج دير راك دير غير دير راك هادي دير راك درت راك درت راك لا مازال دير راك هاي مصطفى 1-0 اللي جبت شت لا كونفيونس شت لا كونفيونس 1-0 اللي جبت مصطفى اسمح لي فو باك مصطفى يرفد كامل الثقل على على كلش. كان صديقي رضا والاخر لا 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 حتى رضا جاب مصطفى يرفد كلش. مام رضا قال لي فراعنه البارح كنتوا كاع فراعنا شكون اللي قال لا 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 قلت له كاين مصطفى بويثر وانايا واش قلنا نيجيريا نيجيريا محمد سعد ثاني نيجيريا محمد سعد يا صافا لاباس درك عليك صافا هذا طلعتوا لي المورا او مو عندي 3-10 صافا يدري بليو. المهم اليوم حتى كل حال بالنسبه لاجوني تاعنا اليوم عندنا واحد النتيجه عنوان شباب قول لكم هو هذا هو قال لك الفرق بين الواقع والمواقع بين لي لايف ورانا شابين وهايلين والاخر حبط من البيوس والواقع والواقع. اذا حبيت اذا تعطوا عنوان للقاء تاع اليوم عنوان صغير رضا اعطيني عنوان زعما اليوم لقاء اعطيني عنوان تاع فيلم تاع اليوم تاع الماتش تاع الماتش تاع واش العرس العبره بالخواتم العبره بالخواتم مليحه مليحه مصطفى بويفر مباراه اهدار الفرص فيها فيها مراد مباراه استخلاص الدروس استخلاص دروس. انا عندي واحد اخرى عنوان تاع اغنيه والله ما ظنيتك هكذا ممكن تقدر تجي هكذا. ادريس اعطيني عنوان لقاء يلعب على المستطيل الاخضر. وي دونك اذا اللقاء هذا تلعب في المستطيل الاخضر دونك المده تاعو 90 دقيقه كانت شويه زايده خلص بنتيجه تاع 0-0 0-0 وخمس تبديل خمس لاعبين دخلوا بصح نفس الشيء قعدت هي هي. نعطيكم اول سؤال السؤال الاول بالنسبه للقضيه هذه هي قضيه خاصه باللاعبين اللي تم اختيارهم. هل عندكم انتوما وجهه نظر اخرى بالنسبه للتشكيلات اللي اختارها ونحترموها الكوتش بالماضي؟ هيا تفضلوا. وراح نبداو سفيان سفيان بازي. لا بريمير اطلقني عليه لا بريمير لا والله والو تاع لا بريمير ديسيبسيون ولا سيربريز سي في غولي اللي قالوا لنا كان بليسي ايفونتويلمون ان سيرتان بور لاكان ومن بعد دون لو تروف فان ماتش كي سو جوا 14 يعني وقت صعيب واعر مع كيما كنقولوا كما راهم يقولوا الهوميديتي وتير عيان دونك يا لو شوا هذا كيما سوبري ان بو سفيان فغولي سفيان فغولي بالقبله بالقبله او ميليو جوري مي فوار ادم ولا بن دبكه فوالا مصطفى بويفر انا اوتر شوا انا نظن بان الخلل كان في وسط الميدان. انا نفضل يكون ثلاثي اليوم في هذه المباراه يكون ادم زرقان بندبكا وبولايا هادو اللي يدخلوا منذ البدايه. لا ماشي مش انا حابين انا نقولوا لي انتوما وشنو هما في التشكيله اللي لعبت اليوم ما كنتش تسناها وبالك كان وربما خطا ماشي مش انا حابين. لا هنا نقول لك انا سفيان فغولي ما كنتش نتوقع يكون اساسي حتى ابراهيمي في الظروف تاع المباراه تاع اليوم الارضيه والمناخ وظروف كانت صعيبه ما كنتش نشوف بان ابراهيمي وفغولي اليوم يكونوا في التشكيله الاساسيه. صح كيفاش لقى روحي مال سفيان فغولي اساسي في حين انه
اصابه ما كانش اصابه ما كانش يلعب تربص ما كانش يونتريني بلاس تو لي جور. اعطونا جواب مقنع اذا كان ممكن يوسف. المدرب هذا اختيارات المدرب اختيارات المدرب ممكن اليوم ما كانتش صائبه 100% ممكن هو المدرب يكون خطا بالنظر لمجريات المباراه وحتى مردود اللاعبين لان في المرحله الاولى نظن خلينا المبادره للفريق المنافس يعني سيطر علينا حتى من الناحيه البدنيه الفريق المنافس سيطر على الكره وخلق حتى العديد من الفرص في حين كنا احنا من الناحيه البدنيه منهارين ربما هذا يوسف شفتوا في الارضيه ماله شكون شفت ماتش وحدك هذا وين سيطر هذا سي سي وين وي وحكم الكره وين سي سي واسمو السيراليون في البريمير ميتو خلق لنا مشاكل كبيره واسمو في المعركه البدنيه كان هو المنتصر كان هو الفائز خلينا المعركه البدنيه كامل علاش المعركه البدنيه تقوليش سيطر على الكره لا علاش المعركه البدنيه علاش باسكو احنا ما لعبناش لعبنا فريق هجومي لعبنا تقريبا بخمس مهاجمين يعني عندهم حتى اللاعبين اللي في وسط الميدان عندهم نزعه هجوميه في حين باش يكون توازن في وسط الميدان كان يفترض لعب بواحد عنده شويه ميولات دفاعيه يعني على الاقل يدير توازن بين الدفاع وبين الهجوم وهذا اللي ما كانش في المنتخب الجزائري في الشوط الاول خصوصا. فبالنسبه للارقام تاع اللقاء باكملها 33% هي الفريق سيار ريون تحوز استحوذ على الكره دونك في مجموع المباراه احنا نهضر على البريمير ميتو مقابل 67 مقابل 67 واضح ناصر يروح بون الخلل نظن انه كان في تركيبه وسط الميدان وسط الميدان دون فاسون جينيرال لو شوا تاع المدرب كان خطا اولا ثانيا لو بوزيسيونمون تاع ابراهيمي اللي كان يروح توجور دو كوتي دو بلايلي على الجهه اليسرى وين ربما الى جيني نقولوا ان بو لو جو تاع بلايلي اي اون ميم طون خلى فراغ في وسط الميدان دونك سي سا سورتو اون ديبي دو ماتش نصف ساعه الاولى وين الفريق تاع سيراليون ابري كونفيونس حتى هو ما كانش دونجورو بصح دونتر جو نوزا بوكو جيني لهذا حنا صبنا صعوبه باش ناتاكيو باربعه بخمسه كونت اون ايكيب كيما هذه ما تقدرش تاتاكي بسليماني برك شفنا لونكومبرومون بين ابراهيمي وبلايلي رياض كان شغل ايزولي لهيكا سليماني وحده يافي با بالقبله بلوس فغولي اللي كان نقولوا غايب في هذا اللقاء وبالقبله كان غايب دونك اوتوماتيكمون كان خلل كبير لي بوتيت لا بريمير ميتون سيرتو بريمير ميتون اللي سمح للفريق السيرالوني يامن دونك سي سا كي لو دوني كونفيونس بور لا سويت حتى ولو كيما تقول 70% استحواذ على الكره كان جزائري 30% لكن ايزون بري كونفيونس هذه هذيك لا ديفيرونس سيتي لا كونفيونس اللي خداها الفريق السيرالوني بور تيرميني لو ماتش افيك ان 0-0 واذا حبينا نتعمقوا اكثر بالارقام دوك هنا نزيد نعطي الكره لياسين نروح نقولوا باللي حتى العدد تاع لي باس اللي تنداروا في اللقاء تداروا ان سيرتان نيفو دو 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 تيران هكذا ياسر براتيكمون لي بالون توشي بار ليكيب ناسيونال يافي 637 بالون لي 637 بالون كي نزعنا من بولحي حتى تقريبا حتى بين 70 صديق تسمى لي باس لاتيرال اللي كانوا داروا في الدفاع هكذا حنا لي ديفونسور نحو لي ديفونس شحال يبقاو؟ يبقاو لنا 300 بالون توشي في لي بالون توشي هذوما اليوم سورتو لو ديسبوزيتيف اللي مولفين نلعبوا به حنا اون ايكيب ناسيونال سي براتيكمون لابسونس تاع بن ناصر سي كيكون بن ناصر يا لو ريسبي دي ديستونس براتيكمون ابراهيمي نا با ريسبكتي لا ديستونس اونتر هو بالليلي اون بلوس لي ديفونسور اي سون طران دو بروندر لو جو شفنا بليك ليكيب ادفيرس ما عندها حتى اوكان بالون يعني ديريكت كيما نقولوا حنا براتيكمون عندنا 5 بالون اللي يروحوا صدير من لا ديفونس ديريكتومون فير لاتاك شوف انت دونتري دو جو ان سليماني كي في بليزيور كورس يزيد يدور يلقى قدامه ان غارديان انا بور مو جلي ابلي الغارديان اليوم نويور لو غارديان تاع الفريق الخصم الى جوي اون ليبيرو يعني اشاك فوا انت وين دو لابريساسيون تاعك سي بو قدامك الى رات اون اكسيون دو اكسيون تروا اكسيون il fallait changer le jeu au moment où on a changé le jeu هذاك في لا رونتري تاع لي تروا جوور لي وخاصه اللاعب اللي تكلمنا عليه البارح بيبيكا كيما نسمو على بندبكا سيتي براتيكمون لو جوور على رونتري تاعو اشاك فوا il se portait vers l'avant في ثلاث لقطات اي سي روتروفي اون اكسيون في اتجاه الامام يعني في اتجاه الامام من راتي دي زوكازيون اي سي كري هو اون اوكازيون سوفيان ا تروا باس اي سي روتروفي هو ديفون لي بوت يعني عطوني دوكا تحليل تواجد لاعب بالقبله اساسي في لقاء كبير كيما هذا نقولوا كبير من لقاء اول لقاء تاع كاس امم افريقيا هاي تفضل مراد كي تشوف لا باس ليكيب اللي دخل بها بالماضي تقول انت سي ليكيب حبيب يدير لا رولونس بتروا جوار من قبل على باس تشوف بن قبله فاريلونس خير من بن دبقه يعني
ابار لو ماتش تاع اليوم. دار انا انيماتور ادروات فغولي، انيماتور اغوش ابراهيمي. كي تشوف هكذايا انت تقول هاد ليكيب تحس باللي كالكو بار ميم لونترينور ماشي يقولوا حقر ليكيب. صح مراد تقول لي هاد ليكيب، هاد ليكيب تقول لعبوا في الحومه. زعما علاش لعبوا في الحومه؟ ليكيب شابه ولي جوار شابين. ايه هذيك قبل الماتش، قبل نشوف اللي كاين سخانه، اللي كاين اهضر معايا بالقبله. في بارتي دو جروب شحال عنده دوكا؟ عامين اكثر. ها راطا لا كوب دافريك للاسباب اللي نعرفوها، وعاودوا له دوكا في الجروب. دحينا واحد هو هشام بوداوي، بالك يوتيليزاسيون تاكتيك واحد اخرى. بصح بالقبله دوكا اليوم كي جات لا شونس كيفاه؟ لعب فري سونتينا، تسمى لعبنا بخمسه ونارير، اوكون بال في لا رولونس. 30 دقيقه الاولى بالقبله كان مراتي 3 باس فير مد 3 باس لادفيرسير وانترسيبت اوكون با اوكون بالون. سي سا كيفاش الرول اللي كان يستنى، اللي كنا نستناو منه بالقبله ما داروش اليوم. سي سا لا فاي اللي كانت في الوسط بالقبله ما كاش انفيزيبل، الوغ كو هو دوفي. كان كان زروقي بلا فورم تاعو كنا نشوفوا بالك ان اوتر ماتش. قلت لك لا بروف بلي لونترينور، ميم حنا نقولوا لونترينور غلط، هذا ما يغلطش هذا لونترينور. هو استعرف لا ريبونس تاعو في لي شونجمون، كي يدير لك 3 شونجمون ا لا فوا سيك استعرف بلي غلط في ليكيب رونترونس تاعو. هذه ماشي عيب. علاش قلت لك انا مباراه استخلاص الدروس؟ لازم هذا الماتش هذا شفنا دي جوار، اعطى شاف دي جوار اعطى لهم لا شونس كيما اسمه هذا ابراهيمي. ابراهيمي انا بور موا ريستورا ان بون رومبلاسون تاع بليلي في الكوتي غوش، باش يكون انيماتور في الميليو تيران. نو جو بونس. احنا تكلمنا البارحه قلنا انه اي منتخب يلعب مع المنتخب الجزائري وجهه راح يلعب بقوه، يلعب شراسه، لانه حيلعب امام ابطال العرب ابطال افريقيا. المنتخب سيراليون اليوم كان متحمس، كان متحفز لانه يواجه ابطال افريقيا. التعادل مع ابطال افريقيا كان بالنسبه لهم نتيجه ايجابيه. لاحظنا انه في مباراه اليوم كان هناك صعوبه في نقل الكره ولا بطء في نقل الكره من الدفاع الى الهجوم. كنا ايضا سجلنا انه معدل الاعمار تاع اللاعبين كان مرتفع شويه، كنا نحتاجين الى لمسات شابه. كنا ننتظر بن دبكة يبدا اللقاء لانه اسرع، نعرفوا انه يلعب اوفنسيف وديفنسيف، يقدر يلعب الدورين معا في نفس الوقت. شفنا ايضا في هذه المباراه صغير بن دبكة. لا ما قلناش، قلنا انه هضرنا انه قال لك نفس جديد قلت له برك. لا قلنا انه التشكيله اللي بدات اللقاء اليوم كانت لما نحسبوا العمر، ما عندهاش علاقه هذه العمر يعني تبقى السن يبقى السن. بصح حنا نتكلموا على دوكا على التوظيف تاع اللاعبين اللي كان غير في غياب ثنائي اكسيال اللي هما ما باش توما رجعتوا زروقي تيتولار، مي ما على بالاش هو يقدر يتبدل. بصح ابار واحد اللي ممكن يكون تيتولار انديسكيتاب هو اسماعيل بن ناصر. ما سمعتش رضا عباس القضيه هذه، ولكن تقريبا منذ ما جاء بالماضي زروقي اساسي طافي. رضا سفيان بالنسبه لي بالك ياسين ولا يقدروا يهضروا على ناصر، يقدروا يهضروا على الكوتي تكنيك. انا كصحفي نشوف باللي المدرب حر في الاختيارات تاعو، ماكش فاهمني، حر في الاختيارات تاعو وميم طون يعرف يوظف اللاعبين. ما نساوش باللي هادو لي جوار هادو تاع 2017 في 2019 لو كما هو وظفهم احسن طريقه ما وصلناش الى وصلنا واصلين اليوم. اليوم المدرب كما قال مراد قال كلمه مليحه، استعرف، قال انا اتحمل المسؤوليه وحده. واثنين شفنا باللي هذه المباراه، قلت لك العبره بالخواتيم، معناتها انه اليوم درس مليح مليح مليح. وكاين بعض المؤشرات انا بالنسبه لي كصحفي ماشي كتقني كيما ناصر وياسين، نقول باللي مؤشرات ايجابيه خلينا نولوا للارض اولا بعد وشرا وصاري. اثنين مازال ما خسرناش احنا دوكا، تعادل ولا بالنسبه لنا شغل هزيمه كما كنا نكسروا في لا بريمير بارتي في الحصه الاولى، نقولوا دوكا تعادل ولا هزيمه. ثلاثة المؤشر الايجابي تانيك اليوم لا غرينطا ما شفناهاش، انا بالنسبه لي ما شفتش هذيك لا غرينطا اللي موفى اللاعب تاعنا تبان. معناتها انه اليوم مزيجت في الديبي في بدايه المشوار، والعبره بالخواتيم. المنتخب عنده امكانيات، ما تنساش باللي بالك البارح كنا نهضروا ناصر قال لك ماشي امبورتون، الحراره لعبت دور كبير اليوم، الرطوبه لعبت دور كبير 83%، ارضيه الميدان كارثيه. بريمي كونترول تاع محرز راح له البالون تم باللي عرفت باللي التيران. صح رضا اسمح لي نكمل لك، سيراليوني نكمل لك ولا غير كنت راح نكمل، راح نقول لك ناصر مصطفى ما تعرفش ناصر ناصر مام لي سيرانيو كيف كيف. لا حبيت نقول لك اللي رانا في هذاك الميدان حتى نهايه المرحله. يعطيك الصحه دوكم عندنا ما ناضر يوم هضر على الكارديان محمد كامارا يودي كيمدوا له التروفي بدا يبكي.
باش نقول باش نقول ربحوا كاس العالم، ربحنا الالمان سيرتاني بوف 82 ربحنا الالمان. ما شافش داروا. نعم قدر حبيت نقول لك احنا ماناش نقولوا، قلنا اليوم سفيان قال ومصطفى قال اللي تشوف تشكيله احنا نقولوا تشكيله مثاليه دخل بها هكذا يا ريان ادير. لا لا ماش اتفق ماش اتفق معك. لا مثاليه ناصر لا لا الى اني جايك مثاليه وكمل الى بالقبله يلعب اساسي ومتعودين وكذا. انا عمري ما شفت اليوم شفت المباراه الوحيد معليش سفيان الوحيد جديد اللي بدا اللقاء ربما لاول مره وسفيان فغولي من حيث لو باسيف. اوكي اوكي بدينا بالقبله فغولي ابراهيمي محرز سليماني بالليل حقيقه تقول انت يا ضد سيرا ليون صح. اليوم بصح ما شفناش اشياء النقائص اللي كانت رضا هذا هو المشكله. تقول لي الرطوبة سنة نصر. انت لما تشوف سليماني يسمع يسمع سليماني ايزولي وحده القدام لي ميليو تيرا ما يبريسيوش كاين دي زاتاكون ما يديفونديوش دون لا ترانزيسيون كسا سوا ديفونسيف ولا اوفونسيف اشياء كثيره ناقصه. هذا واش حابين نقول نصر. المشكله هذه هي هذا المكان. لا اسمح لي سفيان نفتح لك قوس برك. انا كصحفي ماشي من حقي اني نهضر على الجانب التقني. نعم معليش لا لا رضا ماني نتفاهم معاك. ماشي تهضر بتعقد بيان سير. انت من حقك انك تقول لي انت دركا باللي ما وظفش فلان وما من حقك وانا مانيش نقول باللي ليكيب ناسيونال لعبوا مليح. انا ما قلتش قلت باللي ليكيب ناسيونال اليوم كانوا خارج الاطار صح. وقلت باللي المباراه هذه راح تكون مفيده في بقيه المشوار تاع المنتخب الجزائري ان شاء الله تكون رضا اليوم في كره القدم المدرب اسمح لي ناصر اسمح لي هي لي ميسيون ماهيش اون دو بينك وبين رضا هاي نسمع مصطفى دوكا سفيان انا عندي قراءه اخرى يوه مرحبا دير راك راك نشوف دير راك نلعب لك راك تاع البارح علاش دير على روحك انا نشوف كاين 3 او 4 زوكازيون لو كان دخلوا لو كان دخلوا زعما ما نش نهضروا هاد الهضره بيان سور بوتيتر ماشي بوتيتر انا بالنسبه ليا قاعد لا هي لا بوان دو ديروغاسيون تاع لي جوار سيتي تبقى هي ما كان اليوم ربحت 4-0 دير بوان دو ديروغاسيون تري بيزار راني نقولها لك بالنسبه لي جوار سيتي اللاعبين اللي تكرناهم داكور معاك ما كان ربحنا اليوم في هذه ما عنديش مشكل نطرحوا سؤال معليش في هذه سي نورمال سي نوتر رول ثاني باش نطرحوا الاسئله هذوما هذا هو الرول تاع الصحافه الصحافه وشنو كاين حاجه واحده انا نظن كاين مدرب مانيش عارف شكون في الجماعه اللي قال مدرب هو اللي عايش معاهم هو اللي يعرف هو اللي انا اللي قلت رضا لو كرون رضا عباس اللي قال هو اللي عايش معاهم هو اللي يعرف هو اللي على باله هو اللي عايش معاهم دوبوي مانيش عارف هو كي لعب انا لو كان انا ما نلعبش بالقبله لو كان انا ما نلعبش بيان سور نظن كنت ثاني ما تلعب اكيد لعب واحد اخر صح كي داروا هو كي داروا هو على باله علاه يدوا افوار دي نو بالك على باله علاه بالك عطى له مهمه وبالك راه تيديش بصح كان نزيد نحطوا بالقبله دو كوتي نسمع محمد سعد دوكا سليماني بغداد دوكا شكون يحكمها فهموني ان سيرتا مومون ثلاث شهور بغداد وبعد شهر شويه سليماني وبعد عاد شويه لبغداد وبعد نقول لك حاجه لا 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 سلام سلام سلام, سلام. دوكا نحكموا بالون وين نحكموها وين دوك وين شدوها موح نريبوند على لا كيسيون لا على هذا لو بوان لا كيسيون بين سليماني انا جافي هذا الانترميتون هذه كيت اناليز افير بصح معليش سليماني بغداد سي سولون لا فورم دو جور جو بونس كو بغداد الى ديسو لي ديرني ماتش دار سليماني سليماني لا توجور ريبوندو بريزون تو تاف سيت فوا سي سا نا با مارشي تو تاف عاود دخل بغداد اي سون ا بو بري اون ا ديجا دو تري بونز افونسون سي ديفيسيل دو شوازير بين بغداد وسليماني بور ريفونير واش كنا نهضروا ما نقدروا نزيدوا والو مور لاناليز تاع ياسين لاناليز تاكتيك ما نقدروا نزيدوا والو بار كونتر مزيه لي هاد لا كونتر بيرفورمانس جات اليوم باسكو لو كان لعبنا افيك سو ميم نيفو في ان ماتش على اليمناسيون ديريكت كونتر نيجيريا ولا كونتر ما نضنش ندوزو معليش جات هادي باش تحبطنا من داك لو نياج معليش محمد فيه بوندون دي موا حبطتنا سير تير ان شاء الله اون فوا فوار اون اوتر ايكيب حنا في الحصه الاولى درنا سيناريو تاع واحد الفيلم فتحنا طاقه صغيره قلنا مليح تكون عندنا الطموح مليح انه نكونوا كذا بصح مليح ثانيك نخموا بلي ممكن تكون ان اكسيدون فوالا رانا طحنا فيه في البرومي ماتش هنا راني نشوف بلي لو سيناريو تاع الفيلم راه بقى هو هو خاطر راك تقول بلي مزيه طحت في البرومي ماتش وبالك دوزيام كاين بعض التعليق انا قريتهم
يقول لك بلي المنتخب ماهوش مليح من قبل اللقاء تاع بوركينا فاسو. صح. اون الي وروتور ماشي جديده. صح. انت راك عندك ثقه بلي نو خلاص البروشا والبروشا كان ما فيهاش كيفاه؟ يوسف. لا هذه هي اللي حبيت انا ثاني نهضر عليها باسكو المنتخب الاداء تاع المنتخب راهو مدبدب في الـ في الـ في الاشهر الاخيره يعني ما راناش في مستوى عالي عالي. احنا كل مره يكون عندنا مستوى جيد ومن بعد تحت المتوسط ومن بعد لا الفريق راهو في حاله بصراحه انا نقول ليست جيده انا نكون صريح وصريح جدا. اليوم على المدرب ان يجد الحلول. اليوم هذه هي مهمه المدرب. اليوم المدرب مطالب بايجاد الحلول بالتوظيف اللاعبين ربما بتغيير الخطه المهم الفريق ليس في افضل حال بالراسه اذا بالراسه سفيان ياسين اسمع ياسين depuis 2019 c'est-à-dire on joue le même dispositif le bloc compact étiré sur les côtés هذا لو بلوك هذايا الخاصيه تاعو الميزه تاعو انه سي اون ريكوبير لو بالون لو بلو فيت بوسيبل لو بلو او لو كونتر بريسينغ اليوم اون افي با لي مويان هيومان يعني سور تيرا يعني القدرات البدنيه تاع اللاعبين باش يديروا هذاك لو كونتر بريسينغ دو ريكوبيري البالون تريو سافي دير شاك جوار تاع ليكيب ادفيرس كانت عنده صدر اي بوفي سورتير بلو بالون تري زاليز واش يقعد انه لو ديسبوزيتيف اللي كنت نتكلم على بالقبله اي لامي على بلاص كيما كان يلعب غديورا سي لو ميم ديسبوزيتيف هو اللي ما مشاش سي بوكو بلوس سي ابراهيمي الى بابري لو كولوار سو لو كوتي تاع بن ناصر هذا الشيء وزيد في لو ماتش هذا سي با سليماني سي لو سيستيم دو جو هذا سي دائما احنا في الاناليز تاعنا 2019 اليوم سي بونجاح علاش باسكو بونجاح سي براتيكمون الى لو بروميير ديفونسور هو اللي يمشي اللي يغلق سليماني نو اي بو با فير سا مستحيل باسكو الى با الى با في بريسي سليماني صح الى با لي موان وزيد كيكون سليماني زيد كاين حاجه ما شفناهاش اليوم سفيان لا ريلاسيون دون لو جو كان سي ا شاك فوا سي بالليلي بونجاح سادير اي لو تروف ا شاك فوا اليوم بالليلي سليماني يافي با دو ريلاسيون دون لو جو دو كيف هادو يلعبوا كي لو كي في زوج لا ما يلعبوش سي لا ريلاسيون سفيان دوك ماشي شوف سفيان هو وراه هنايا عنه ابراهيمي الى كونسوي انا نظن بلي بالك التوظيف تاع ابراهيمي بالك انا تاني زيد على عملية استفهام واحده اخرى نحن نتنفسوا دوكا شويه شوفوا متي داتاكا صغيره قبلها نقول لكم التوظيف لاعب في عامين وغايب على الفوج وتلعبوا ديرك في ماتش اوفيسيال في ماتش تيتولار هذه علامه استفهام بالقبله علامه استفهام بون بالنسبه لك وجاوبتونا عطال نعم عطال نو عطال في بارتي دو جروب مي عطال على كل حال بريمير ميتون صح باين بلي في ليفيسيال قال له محمد عسل الكولوار تاعو قاعد له تم قال له والله ما زاد طلع نروح نشوفوا واجده نروحوا نسمعوا اذا سمحتم شوفوا فيها ريبتي ريسبيراسيون صغيره بالنسبه للداتا كان تاعنا اليوم نعاود نرجع لكم الاتاكان تاع نهار اليوم راح يجيكم على شكل توب 10 نبداو برقم 10 اللي هو الرقم اللي كان متواجد على قميص تاع الساحر ابي دي بيلي صانع العاب برازيل افريقيا مع فريق الغانا الميزه انه ابي دي بيلي كان مسجل 6 اهداف في كاس امم افريقيا عنده 3 دراري اندري ايو مسجل درك 8 خوه جردن مسجل 2 وخوه واحد اخر هو كوامي مسجل 2 كاين لافامي ايوينغ تاع دالاس وكاين لافامي ايو رقم 9 كما عدد اهداف اللي مسجلها بولومبا تاع الزاير جمهوريه الكونغو الديمقراطيه حاليا في دورة واحدة كانت في دورة 74 رقم 8 هو عدد المشاركات تاع لاعب واحد في نهائيات كأس أمم إفريقيا اللي دارها ريغوبير سونغ المدعو هايروندا دار 8 تاع لي كوب أفريقيا بالعامي لعب من خلالهم 36 مقابلة من 1993 إلى غاية 2010 رقم 7 هو عدد النجوم المتواجدة في قميص تاع الفراعنة اللي يساوي عدد الكؤوس اللي داتها مصر اسمع إيماجين الدولة كوب تاع 74 وزادوا الدولة تاع 2019 أيا وين يزيدوا كتبوا اللي بقى ولا يديروا يتبع رقم 6 الغانا قلت لكم هما الفريق اللي لعبوا اكبر عدد تاع نهائيات زيد ماركي عندك الغانا لعبوا 6 مرات الدور نصف النهائي تواليا من 2008 حتى 2017 هذا هو اللي قال لك الفيلم هذا والله لا شايفه رقم 5 هو عدد المشاركات ديال الرئيس مبوحي الحارس تاعنا في كاس امم افريقيا من 2013 حتى الدوره هذه تاع الكاميرون رقم 4 هالخطره المدوه لعصام الحضري واحمد حسن كل واحد فيهم تحصل على 4 تاع لي كوب دافريك صراحه والله لا صعيبه باش تجيبها رقم 3 هو عدد المرات يتغير فيها الشكل واللوك تاع لاكوب دافريك رقم 2 يدوه زوج اللي هما محمود الجوهري وستيفان كيشي لخاطر هاد الزوج داو كوب دافريك كلاعبين وكمدربين نختتموها مع رقم 1 نمبر اونو يتقاسموه ثلاث بلدان جزر القمر غامبيا وغينيا الاستوائيه اللي هي اول مشاركه لهم على بالي غادي تقول لي على غينيا الاستوائيه سي نورمال هي اول مشاركه لهم بعد ما فاتوا على التصفيات والزوج اللي فاتوا من قبل كانوا بلد المنظم اي كملت مع داتاكان تاع نهار اليوم والمراره في الزيرو مع النتيجه اللي داروها مي فيها خير ايا سلام يا
ريسبيراسيون صغيره، ريسبيراسيون صغيره تدينا دوكا. احكوا لي شويه على يوسف عطال، ولا نديروا ديريكت اون بتيت نوتاسيون، تنقيط تاع الاساتذه الدكاتره. انا اللي نديروا نوتاسيون، نبداو اذا سمحتم حسب الصوره، انتم تعطوني الصوره من فضلكم، وبيان سور انتم اعطونا اون نوت صغيره. قول لي يوسف عطال، سي بلي يوسف عطال، يوسف عطال مالناش نشوفوه في في الهجوم للاسف. هذا هو دونك لي لاتيرون تاعنا ماهمش يخدموا كما لازم الحال، ربما بن سبعيني اكثر نشاط اليوم، ولكن بن عطال دار لقطه واحده ولا زوج، وهذا غير كافي، غير كافي. انا علامه استفهام مرات اخرى حول اداء يوسف عطال. يوسف عطال للناس تتكلم كثير ربما على المردود، تتكلم على الاصابه، تتكلم هكذا. يوسف عطال دو فورماسيون عمره ما كان مدافع، ستانيلي لايتي ريكونفيرتي كما كان واحد الوقت اللي هو ميليو دو تيران، حشود في المولوديه ميليو دو تيران دو فورماسيون. الحق الحق لعب بسطيف لو شيما تاكتيك بريفيري تاع الشيخ سعدان 3 5 2 حطوا في الكولوار غازي، كريم غازي ثاني، كريم غازي. نروح لك منير الزغدود، منير الزغدود في السياسي يلعب 10 ميليو، شعبان مرزقان. دونك بور فو دير مارجير واش كان يلعب، كان يلعب ديفونسور وبعد فار. دونك حبيت نقول لك هو ماهوش مدافع، دونك سي بور ساك عنده نزهه هجوميه، وفي بعض الاحيان ينسى روحه. دونك بالك الدوزيام ميطون ما فيه حتى صعود تاع يوسف عطال، يلو كون واحد سفيان ما طلعش راني معاك باسكو علاش لو بلو دونجورو سادير ورايت سي لو كوتي غوش تاع الفريق سيراليون. دونك نتايا راك في بري سادير يفو لو دير، اون ايتي با ريالمون دون الماتش ليكيب تاعنا بلوس تخلي ايماجينون يوسف عطال يطلع يا ان كونتر من هذيك الجهه فهمت ياش. دونك نو سي اون اسيرونس انت ريح وبالك فيزيكمون. اعطونا التنقيط تاع يوسف عطال يا سيدي، ما عطونا التنقيط تاع يوسف عطال على 10 على 100 والله في المسجد كانوا ينوطينوا على 10 احنا على 20 كي طلع البني عطى كرة هدف اللي بالرحمه كانت كرة هدف عطى كرة هدف. دونك اعطونا التنقيط انا نعطي لهم اليوم خمسة هاي زيد طلعونا في التصاور هاي زيدونا. دونك يوسف عطال نروحوا ديريكتومون رامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني وي اي رامي بن سبعيني طابا بون ماتش بون ماتش بون ماتش معدل بون ماتش. علامة استفهام بالنسبة للبقية تاع المدافعين خاصة بدران خرج بلد كاين كومينيكاسيون وزير تاع لا كومينيكاسيون تاع 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 الفريق الوطني ما هضرش. كان عنده سفيان كان عنده كارتون نظن باللي درب يلعب على هذا. لا لا ما تقوليش على تاع الكارتون تخد لا لا يا جوبي دوز هيبوتيز يا لو كارتون او اون بليسيور بوتيت اون سي با ما على بالناش ديك تاع عطال اللي دار غلطه رد بالون دا ضربه لتما انه سلك باسكو لو كارتون اوريتي pourrait être d'une autre couleur. عيسى مونديني يلعب في فيلا ريال اساسي صابا نقول بلي ربما شويه الماتش احسن مدافع اليوم احسن مدافع صابا دار غلطه دار غلطه غلطه الاولى بريمير ميطون دار غلطه دو موفيز باس دو موفيز باس بعد سيري سيزي زيد نروحوا دوك البدران فوالا بدران تحكم على بدران ما نقدرش تحكم على بدران ميطون ما تقدرش نوع الميليو تيران ميلو تيران لصديقنا وصديق البرنامج نبداو لي بالقبله سي فو بلي صديق البرنامج واحد واحد من دراسه واحد شويه قاسي انا نعطي له ربعه واحد لا اليوم قد سفيان قال لي قلت له رجع لنا لا كوبي بلونش بيضاء ما قلتلوش اعطوني دوكا بالقبله اربعه ثلاثه اربعه زوج ثلاثه زوج مصطفى ثلاثه زوج انا زوج الحاصل كاع رانا تحت خمسه يا اخي تحت روح واصل انا متفاهمين فيها يتواصل زيد هي الوعره كان جمل بالماضي راه سوخشين يزيد يلعبوا بروشيا مات. دوك عندنا ياسين اسمح لي عندي صوره تقول ياسين ابراهيمي وعندي صوره واحده اخرى تقول لي سفيان فغولي هذاك سي بيزار بيزار هاد لاتيني. انا نخدم الوضع على سفيان فغولي ايوا اثنين ثلاثه صافا ناس ملاح ثلاثه ثلاثه ثلاثة انا يعجبوني اللي يقولوا لي يلعب لا غرينطا يا لبنا اخويا يلعب لا غرينطا بصح كان يراطي الماتش يراطي ما جابهاش معاه اليوم ما جبتها اليوم ما جابهاش معاه خلاها في الدار بصح ما كانش غرينطا اصلا تاع الجامعه ماشي لصوفيا وبالك بالك ماشي بالك اكيد ما لازمش تلومه باسكو تولي بليسيور صعيبه 40 دوغري تلعب 14 واصلوا ياسين ابراهيمي المدعو الرون بوان يا سلام ضيع فرصتين تاع هدف رالونتيسور زوج 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 هذيك تاع بلا دو بي اسهل فرصه هذيك تاع بلا دو بي اسهل فرصه اجمل فرصه اجمل لقطه هذيك الجوش يطلع بها دروج شوف الماتش تاع سفيان تاع الكانا كي كان ابراهيمي واسمو كنا لي زاتاك تاعنا كاع بون شفنا الكانا خرجوا
واسمه اليوم كيف كيف غير خرج غير خرج تنقيت مشروع الفاصل انا نعطي له ثلاثه لا 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 ماشي ثلاثه ماشي خمسه خمسه انا نعطي له خمسه خمسه وربعه ماشي انت ماشي لا ديجا لا يوسيسي رون بوان بصح ماشي لا يوسيسي زيد واصل ايوه رياض محرز رياض محرز بين قوسين ماشي متعود يدير دي سوبر كرون ماتش بصح ديفو يسلكنا من المشكل دونك جاب لي ربي لي ماتش تاعو يتشابهوا اليوم بالك اون طون كابيتان بالك عنده ريسبونسابيلتي شويه اكثر سته بالك من سته يوم ديفوندا سته ونص يوم محرز ديفوندا ديفوندا وي 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 سته ونص سته ونص زيدوا نواصلوا مع الباقيه اسلام سليماني يس خمسة خمسة ما جاوش لي بال ما جاوش جاتو وحدة اللي دريبلا جاتو وحدة سفيان اللي دريبلا الكارديان هذا ما كان دريبلا الكارديان بون كان كرة ضايعة لو كور تاعو كان شوية بعيد جاتو وحدة ناصر زيد لاكسيون تاع ابراهيمي سي هو اللي متعود هو اللي يدير كلش ينقد الفريق ومسكين شغل بلدية تخدم والولاية تدي شيعة هو لا نعطيك واحد لا وجاي فوالا هذا هو عاشو العاشر يوسف بالليلي هو المولف هو اللي يدير كلش بصح ماشي مسكين ماشي هو اللي يدير شي عايد واحد اخرين اليوم الى سي كاين ضربه جزاء ولا ما كاش انا عندي شفتها انت ضربه جزاء على حساب زكريا راه عفس له على رجله شويه انا عندي مكان هو بصح هو لعبها حيلي مليحه بصح شويه عفس له سفيان حسبوا على حساب لو ديفونسور هو اللي قاص الاولاني البال داكور سامر صح كان يقدر ما يطيح صح اغلق لها التشكيله سي بون فوالا دوك انا نعطينا نلومو غير برك ثلاثه تاع ابراهيمي لا لا هذاك رون بوان مي ثلاثه لا لا علاش حبيت انت كثر لا اعطي له اربعه خمسه اربعه صدق انت عندك تروز اوكازيون ديروا فيها فاصل الاول بالنسبه ما تقول حتى واحد عندهم تلاقى اسلام تقول معنا في الجزء الثاني تاع ايوه اعطونا ايوه زيد واحده صحي دينو سلم لي عليها داركم لاباس عسلام تكون في الجزء الثاني تاع كان ما تقول حتى واحد حبسنا في التنقيط الى ضيعتوا الحصه في الجزء الاول تكلم ثاني على التوظيف تاع بالقبله التوظيف تاع سفيان فغولي التوظيف تاع سليماني شفنا شويه ارقام تاع داداكان شفنا اف داداكان راحت لكم شفتوا هايلاندر ها ريغوبير سونغ خويا ريغوبير سونغ ريغوبير سونغ صاحبي حكمه والله ما طلقها 32 ماتش اون كوب دافريك 34 يتشارك في الرقم مع احمد حسن نعم مصر يتشارك في الرق تاع مصر انكر ويا بلا احمد حسن انكر ويا قائد فريق انكر ويا بالنسبه لريغوبير سونغ هذه بين قوسين حنا دوكا من بعد كاين ناس اللي خداو جانب اخر بالنسبه الناس تتكلم مازال الحال تتكلم على السلسله تاع لا هزائم دوك نقعدوا لاهين بهذه القضيه يا جماعه ولا نقعدوا لاهين بالمرور الدور الثاني ولا نحدوا الكاس ولا تخير الكاس ولا ما انا جاب لي ربي نروحوا اسكو سي نورمال كنا مازال نهضروا على لا هزائم هذه ودوك هذا هو السؤال تاعنا كل واحد يحكم البوزر تاعو هل السؤال يقول هل السلسله هذه هل ولا مواصله سلسله لا هزائم راهي تشكل دوكا حافز ولا بالك كما يقول لك هاجس سيكولوجي ها يا روح عباكتو ما بوزيتو قبل ما يبدا الماشين ها اكو روتور نوف ها يا صوفيا نوف والله رانا شوف با داكور بارابول السلسله دي تاع على بالك ان سيرتان مومون لا لا قول لي دوكا واش ماكش داكور معاها واش لا ما يفو با فوكاليزي على السلسله تاع الازاء ما لا جات خلاص خلينا زيد الله يبارك خلاص لعبتنا كونتر لا 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 نو 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 سادي جي لامبريسيون كون فوكاليز على هاد لي ماتش شكون بصح اليوم لا لا ماشي اون فوكاليز ماشي اون فوكاليز اسمح لي ما تقولش اون فوكاليز انا لا بريسون بلي عايشين على جال هذه السلسله لا غير ايوا شوف صح سي شو سا ديفيان اوبجيكتيف بصح لي جورناليست هما لي جورناليست راكو تبوزي هذاك انتوما لي جورناليست راكو تبوزي هذاك لا كيسيون حتى السيليكسيونور لا لا ما نبوزيوش انا ما نروح ما انا ما نروح ما نبوزيلو خويا يا سفيان تهضر على روحك يا سفيان لا لا نو انا بور موا لامبورتون ما تهضرش على انا انا ليا يفالي لي نربح مع سيراليون ايوا لازم نروح لماتش ونجوز مو لي ماتش هادو نخسر محمد سعد سا ميتيريس با تقدر حافز ولا هاجس 50 ماتش سون ديفات و 50 نول تسمى ما عندهم حتى معنى وشنو سور لو بلون لا موتيفاسيون دي جوار جو كروا كو سي تري زوتي بصح انت ما تظنش بلي جوستومون دوكا رانا انا كي تشوف تي لي جوار في الماتش تاع البوركينا تاع دو ا دو كي طاحوا في ضرب هكذا تالمون لا بريسيون تاع تخاف تخسر وتخاف ما تروحش كوب دو مون تخاف هذيك ممكن راح تشكلهم بالك جو سي با بريسيون سيفيكم جو بونس سي اون بريسيون بوزيتيف انايا ماذا بينا نعطيك انا نيكزومبل كاين الايطالي طرد
طردقوا الروكور تاعهم اون بلان اورو داو كوب دوروب وطردقوا به الروكور تاعهم. علاش حنايا ما نسيوش نطردقوا الروكور هذا وطريطو رانا رايحين بلو لوان في لاكوب دافريك. رضا سفيان السؤال تاعك هذا اذا طرحته للجماهير الجزائريه راهو مطروح جوستومون ممكن الجمهور للجماهير الجزائريه صح ولا هاجس بسيكولوجي؟ بصح لو كان تطرحوا للسيليكسيونور ولي جوار سيليكسيون قال لك انا بالنسبه لي هذا امر عادي وما نخممش فيه او كونترير حافز معنوي. بالنسبه للاعبين انا بالنسبه لي حافز معنوي باسكو نيمبو جوار يحب يكهدوا الارقام. رونالدو يحب الارقام اكيد الناس قاعده تحب الارقام مي باش يكون زعما هاجس بسيكولوجي ويأثر على معنويات اللاعبين ما اعتقدش ذلك. وهو او ميم طون حافز باسكو ديناميكيه تاع تبقى سون ديفات سي كيلكو شوز بالنسبه لي. يوسف تمشي 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 يعني الهزيمه تمشي مع النتائج الايجابيه ومع الديناميكيه اوتوماتيكمون دونك ما كاينش حاجه نظن راح ديرونجي ولا تاثر على اللاعبين. اليوم اليوم على واش لازم نهضروا؟ نهضروا على رانا فرحان السلسله مازال ولا نهضروا باللي واقيلا اليوم رانا في دونجي؟ لا لا اليوم سفيان لا لا كي تمشي الفريق وماشي في الطريق ماهوش يخسر دونك صافي دير راهو ماشي في الطريق صحيح معاك بصح اليوم اليوم هاك درت 0-0 بروميي ماتش اسكو نخموا على هادي ولا نخموا على مي تاع ستان اكسيدون دو باركور يقدر نصرى نديروا ماتش نيل بصح ومن بعد نعاود نرجع ونربح ونفوز ونروح للدور الثاني ماهوش الاشكال. اليوم كي نصحح الاخطاء اليوم درنا ماتش نيل اليوم لازم ندير وقفه نشوف وين ما مشاتش الفريق وين ما مشاش الخيار تاع اللاعبين ربما بالك دي شوا تكتيك ربما اشياء اخرى ولكن لازم الفريق يصحح نفسه ويمشي. وهذا مثل ما قلت انا من قبيل يعني هذه من هذا من عمل المدرب لابد من ايجاد الحلول. لا لا ادريس جو كرو سفيان قال له اسكو اون فا بارلي د ريكور ابري ان نول باري il faut pas en parler كبير بي فو با ان بارلي صح il faut plus en parler رجعنا سوجي ميدياتيك هي ديجا امبورطون لور كيما كي عمرنا ما تكلمنا عليها جات وحدها دوك تقعد تهضر عليها. انا اليوم انا نقول لك 0-0 مع سيري تقول ايه بصح معليش مازال سيري متواصله يا راجل يبدي شو ادريس نشوف انه سلسله الهزيمه 35 لقاء نتشاركوا فيها الان امام مع البرازيل ومع اسبانيا بقى لنا لقاءين نلحقوا مع ايطاليا وحافز للاعبين قاتلنا هاي ومن بعد حافز لكن كاين نقطه لازم نهضروا عليها لانه حافز لي زادفيرسير تاعنا اليوم يلعبون ثانيك باش يحطموا هذا الرقم وباش يكسروه راح يكون عندهم حافز انهم يوقفوا سلسله تاع الانتصارات المتواصله للمنتخب. مصطفى اليوم سفيان نفتخروا باللي اليوم المنتخب الوطني راه اكيد عمالقه المنتخبات العالم بصح المشكل رانا فيه دوكا اليوم رانا فيه مشكل اني معاه لا اليوم بصح رانا فيه مشكل اليوم مع سيرا اليوم بدايه كاس افريقيا انا نعتبره نصف تعثر ماهوش اقصاء او لا قولوا كارثه كبيره الحمد لله ولكن بالمقابل نفتخروا اليوم 35 مقابله بدون خساره اكثر من ثلاث سنوات واليوم رانا حطمنا عادلنا رقم قياسي لمنتخبين عالميين البرازيل وكذلك اسبانيا اسبانيا والبرازيل وهذا يدخل كذلك في هذه السلسله ومن الانجازات تاع المنتخب الوطني. صحيح اننا ما نركزوش كثير ولكن يبقى واحد من الاشياء الجيده اللي راه يدير فيها المنتخب مش لازمش تنسينا في الهدف الرئيسي. انا نعتبره حافز ايجابي حافز. للاعبين والمدرب للبقاء في هذه الديناميكيه. محمد سي بيان كونو بارمي لي ميور زيكيب دو موند لو نومبر دو في لا سيري هذه دو ماتش سون ديفيت سانا مادا بيا نكون مع لي ميور زيكيب دو موند في لي تيتر في الارقام واضحه مصطفى في لا سيري نظن كان نقعدوا نتبعوا في هذه الحسابات انا بور مو سي انيكدوتيك باسكو نقدروا نديروا تروا ماتش تيليمينا بصح مازالنا خرم البرازيل وخرم الايطالي ايوه راك فاهم ايوه وما وهذا الحساب هذا ما نظنش يعني مدرب من حجم تاع كيما بالماضي لا ما قلناش هكذا لا اسم لا انا ما قلتش انت قلت ولا احنا قلنا لا هذا الشيء هذا السلسله هذه ما نظنش يعني داخل الفريق الوطني فيه يعني فيه كلام حول هذه السلسله ما نشوفش انا مدرب يدخل يقول لهم بون ليكيب يزم هذه الخطره رانا 35 يزم لحقوا 36 نو هذا هضره واحده اخرى فاسي انيكدوتيك هنا سي بور اميزي لا غالري وغير الغاشي اللي يهضر عليها. انا نعطيكم سيناريو دوكا اعطوني واش هو الميور سيناريو بالاحرى انتوما كتاب لي السيناريو الهايلين تاع لقاء الغد اللي غيكون بين غينيا الاستوائيه والبوركينا احسن سيناريو شنو هو؟ كوت ديفوار قلت بوركينا كوت ديفوار احسن سيناريو تعادل صحيح راني جايك راني جايك خاطش انتم كي ديروا السلسله سيناريو انا عندي الحلقه الدوزيام تعادل في السيناريو هذا بوزيسيون ان تعادل صافي دير هنا تزير في لي دو جورني اللي بقاو في اربعه يضربوا خممتلهاش تبقى معاك بصح خممتلهاش كوت ديفوار تربح السيناريو نتاع ليك كوت ديفوار تربح
داكور دونك حنا لا لوجيك مصطفى لا لوجيك لا يقول سيناريو بون انا نحب المفاجاه تكون صح ما سامحني باش نعاقب انا لصديقي سفيان نقول له بلي سا سي لا لوجيك لا لوجيك ثانيك اليوم ربحت الله يتيابك لا لوجيك لا لوجيك لا الحق اليوم سيرا ليون الجيري لا لوجيك دونك ما تقدرش تعرف غينيا استوائيه اللي فازت على تونس ايوا صح باش نتفاهموا دونك لا لوجيك الور سلموا لي بزاف بزاف على اللي كانوا يقولوا لنا اصلا راه طي برومي وما طيحوا الدوزيام مع الجروب هذاك باسكو عباك في الكارت فينا طيحوا مع الاخر ها مع مصر لعبوا فوالا ها دونك هنا ممكن الى كوت ديفوار في السيناريو تاع مصطفى تفوز غدا تما تحت من الان تفهم بلي حتجوز دوزيام لا بصح لا ليس بالضروره الى ربحتوا في الدنيا كاين ماتش الاخراني بين كوم ممكن حتى في الدنيا ماتش تختار تكون دوزيام ممكن دير راك سفيان في الراك اني راك دير لي راك صحيت سيد المخرج عندنا طالب هنا رسمي ديروا لنا راك الرضا عباس وصل شوف الماتش هذا والله راح يكون مفيد جدا جدا كما قال الشيخ تاع المدربين تاعنا تاع اليوم الله يذكره بخير فيها خير المنتخب يكمل المجموعه اللي نقول لك دير راك يا اخي ما تخسر والو على بالك غادي يخمم عليك غدوه انت ايه معليش دير المنتخب هذا المنتخب الجزائري يروح في لا بريمير بلاس ان شاء الله ويروح بعيد في لا كومبيتيسيون انا معاك تسرى تسرى السيناريو اسبانيا اسبانيا في 2010 بدات الباركور تاعها اسبانيا في 2010 المونديال بهزيمه امام سويسرا يوسف يبداو يحسبوا اسبانيا الارجنتين لا لا الجزائر 2010 بدات بهزيمه 3-0 اسمح لي الدنمارك جابوهم من البحر ايوه دو كوب دوروب من الفاكونس ايه جابوهم جاب واحد جا من المالديف الاخر جاب والله يا ودي مركا جا ودا ودا ماشي سني با باسكو لا تونيزي خسرت احنا الاسبان خسرت احنا لازم نخسروا برومي تور باش نديو كوب سفيان 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 اليوم في هذه المنافسه ستان تورنو لا بريمير بلاس ولا دوزيام سبعه مقابلات لا اكزاكتومون راح تلعب انت ليسونسيال سيك تكون حاضر في الدور القادم برومي ولا دوزيام راك تلاقي كاع لي ديفيرونت راك تلاقيهم تلاقيهم دونك تكلاسي برومي ولا دوزيام كاين صح لوبجيكتيف تاعك سي كاين انا انكونفينيون تو ديبلاسي كي تكمل دوزيام ما تقعدش بدا بين ديبلاسي بصح ميم سي تو تكاليفي دون لا دولور محمد نقولوا تكلاسي بون كيما اليوم سي ان سومي ايشاك لازم نقولوها سي كونت بيرفورمانس دونك اون دون لورجونس اكزاكت اون اي ديجا دون رضا رضا عنده الحق اسمح لي مع التيران هذا يفو ميوس ديبلاسي كون نروحوا لانتيران اللي مليح بصح انت انت افيك لو ريزولتا تاع اليوم مصطفى دور زي ديجا دون لورجونس بارك الله فيكم بون ريزولتا هذا هو شكرا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه تقدر تجوز بارك الله فيك يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه بارك الله فيك هذه هي هكذا كنت تلعبوا بياتكم شكون انا ما كاجني يعطيكم الصحه بارك الله فيك قلنا واش تخمم لا ماشي خمم خلوني نكمل لا في دورات الباقيه دونك اذا قلنا المير سيناريو سي ما تحصلناش على جواب قعدتوا تهضروا بيناتكم كل واحد وراي انا نشوف خساره مفاجاه تريبيا كيسيون واحده اخرى اذا سمحتوا كيسيون واحده اخرى تقول هل دوك بعد مرور ثلث شحال ثلث جولات ثلاث ايام ثلاث ايام فوالا ثلاث ايام مجموعات تاع كاس امم افريقيا هل ربما بليش انا نطرح لكم السؤال بطريقه هكذا عفويه ونقول لكم بلي اليوم ستاد كان فارغ على بالكم يا جماعه فارغ فارغ ويكلو ويكلو نورمال ويكلو بصح في نيجيريا مصر كان شويه جماهير هاني جاي فارغ الارضيه شويه اعتداء صحفيين سخانه منا وقيلا جماعه كانت محقة في ربما طلب تأجيل كي تشوف هكذا هل فيه الإقبال الجماهيري اللي كنا نستناو؟ نو باسكو اون كومبيتيسيون أنا نقول لك الإقبال لو كان لعبنا في جوان لا تمبيراتور تزيد تروح فيها تما في الكامرون الشعب ولا ما كانش درك ما يكونش كانوا نيجيريا باسكو سي ان بي فرونتالي تما يا با بوكو شوز كي فون شونجي أنا جو بريفير تما بور لو برانسيب تلعب ولكن الجماهير انا نقول العدد راح يرتفع مع مرور المباريات وخاصه أكيد. لما تدخل بعض الفرق كيما كوت ديفوار كيما مالي اللي عندها ربما الجماهير اللي عندها حدود يعني قريبه من الحدود مع الكاميرون انا نظن مع مرور المباريات راح تكون جماهير راح يكون اقبال كبير ولو ان هذا الشيء اللي صرا اليوم مثلا في مباراه الجزائر سيراليون كان منتظره احنا عارفين باللي ليس كل مباريات الكان فيها الجماهير تحضر الجماهير بقوه
حتى في مصر، حتى في مصر في 2019 حتى في مصر ما كانش الجماهير حاضره بكم في كل المباريات. سفيان يوسفاني معك في المنافسه، هاد لاكان، هاد لاكان هاد. اسمعني ناصر، اسمعني ناصر، انا قلت لكم اليوم ستاد كان فارغ، ماشي الجمهور كان شويه فارغ فارغ. حتى السنغال السنغال كان اكثر من المنيسيبال. فوالا داكور. بصح علاه علاه؟ حتى السنغال توقيت بالك باسكو الكوفيد، باسكو لا بوبيلاسيون تاع دوالا، لا بوبيلاسيون تاع دوالا ماشي فاكسيني، باش تدخل الستاد تاع جابوما لازم لك باس سانيتير. داكور. دونك اجراءات. نروح نشوفوا الفقره دوكا، تدينا مباشره السؤال اللي حيجي موراه. شوفوا الفقره صرات في الكان، اعتقد هي تكون بالك سي لا تيماتيك تاع لا بروشين كيسيون اللي بيان سور نتمنى الاجوبه تكون كما العاده. ملاح في سنة 63 900,000 في الدورة الرابعة لكأس أمم إفريقيا واللي نظمتها دولة غانا، عرفت مشاركة 6 دول لأول مرة. هي البلد المنظم غانا وحامل اللقب إثيوبيا، الفراعنة مصر، نسور قرطاج تونس، سقور الجديان السودان، ونسور نيجيريا. هذه البطولة صرا فيها حدث وتسجل فيها رقم مازال ما تكسرش اليوم، هذا أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس أمم إفريقيا. الأهداف تسجلت في مباراة مصر ضد نيجيريا وكان عددها 9 أهداف في الوقت الأصلي، 6 منها للفراعنة مقابل 3 لنسور نيجيريا. سجل المهاجم المصري حسن الشاذلي حصة الأسد فيها سوبر هاتريك وتوج بهدف البطولة ب6 أهداف. المباراة التاريخية هذه كان فيها معدل التهديف عالي بمعدل هدف في كل 10 دقائق. سؤال اليوم لمحللي برنامجنا، أسكو تقدر المنتخبات المشاركة في المونديال الإفريقي الحالي من تكسير هذا الرقم العالي؟ عندنا ودينا شويه للوراء دوكا باش نطرح لكم السؤال. السؤال هذا يقول حيث بعد مرور دوكا 3 ايام تاع منافسه تاع دو كومبيتيسيون اوني بيان داكور، نحسبوا 2 4 6 واليوم صافي 3 مقابلات، بيقول 9 في 9 مقابلات نقدر نقولوا شحال كان من اهداف؟ 9 اهداف. عندك الاغلبيه خلصوا ب 1-0 وعندك غير المقابله الاولى معدل هدف مباراتين انتهت بالتعادل السلبي. 9 مباريات. يدينا لهذا كيفاش تعطونا تفسير ولا التحليل ولا الشرح ولا وجهه نظر تاعكم فيما يخص ضعف الهجوم؟ هل ضعف الهجوم هو راجع لعدم التاقلم مع بيموناخ وميادين تاع الكاميرون بالك؟ أهمية نقاط تاع المقابلة الأولى تيلمون امبورتون كو مادا بيك انت هكذا، الكوفيد نزيد ندخلوه ولا صلابة وخشونة خطوط الدفاع؟ ها يا سيدي أعطونا جواب. مثلا شكون عندي أنا 5 إدريس؟ أنا نشوف أنه 2 نقاط يشتركوا، عدم تأقلم بمناخ وميادين الكاميرون. شفنا المنتخب الوطني الجزائري وصل قبل يوم واحد للكاميرون قبل المنافسه، بدايه المنافسه نشوف باللي ما يكفيش هذا الوقت. المنتخبات مناخ الجزائر ما يتناسبش مع مناخ الكاميرون، مناخ قطر ما يتناسبش مع مناخ الكاميرون. ونشوف ايضا اهميه نقاط المقابله الاولى، كامل بود دفاع سيراليون اليوم دخلت باش تدافع ما دخلتش باش تفتح اللعب. استنى دقيقه عباك عطيتني 4 اجوبه، وين حطها هذه؟ عطيت لك 2. لا اعطيني 1 خويا. عدم التاقلم بمناخ وميادين الكاميرون. هذا هو الجواب. واصل مصطفى بويفر. انا اعتقد ان اليوم في هذا الوقت المباراه عندها حسابات تكتيكيه كثيره ويغلب عليها الاندفاع وغلق المساحات كيف مصطفى اعطيني جواب واحد. نعطيك صلابه الدفاعيه والخشونه هذه شفنا مباراه اليوم الجزائر مع سيراليون، كذلك حتى المباراه اللي كانت هدف مقابل صفر، الصلابه والاندفاع البدني اللي ميز تقريبا كل المباريات. ياسين سلمي. ونظن البروبليم كي بوز لادفيرسير يعني اليوم سي بوكو بلوس لا ديفيكولتي يعني لي بلوك هذوك كومباكت يعني المساحه سي الصلابه تاع دفاع المنظومه الدفاعيه ماشي الدفاع المنظومه الدفاع. هيا روح مصطفى وايل. نظن انا جو جو مصطفى بويفر اون فامي ماشي صلابه الاخر سي لا دوزيام هذيك اهميه نقاط لامبورتونس سي لي بوان. وي تظن على بها لعبوا ريزيرفي لعبوا نو اسمح لي في الماتش هذا اللي شفناه 6-3 لا لا خلينا لوفيرتور برك تاع ليدي. وي داكور ليدي وعلاش كاين 9 بوت في ان ماتش؟ باسكو هذاك الوقت يافي 6 زيكيب يفو باسي درك لي زيكيب يحسبوا باركونت كي تولي بار اليميناسيون ديريكت
راك خاسر 1-0 تي اوبليجي تحل تي اوبليجي تلعب تي ليطا ديسبري تاع لي زيكيب يتبدل بين البرومي تور وليليميناسيون ديريكت. دونك لا ريبونس تاعك انت اهميه نقاط تاع المقابله الاولى. بارك الله فيك رضا عباس. انا بالنسبه ليا على حسب واش شفت لي ماتش اللي تلعبوا سي صلابه الخطوط الدفاعيه اسما لاسيس ديفونسيف تاع لي كلوب لي زيكيب اللي شفناهم هو اللي خلات انه العدد الاهداف قليله. واذا لا سمحت لي بالك عطيني فافور صغير عليهم تفضل. لا حبيت هادو كاع بين اربعه يشتركوا في اني معك مي لا بروميير سي الصلابه الدفاعيه. رغم انه كنت منذ بدايه المشوار تاعنا نتكلموا كثير على المناخ والميادين هذه ملاحظه انا واش قلت لك فيها نعم. قلت لك يشتركوا كاع لو كان نرتبوهم كاع الصلابه الدفاعيه باسكو كي تقول لي اهميه نقاط المقابله انا شفنا في العاده في الدورات السابقه الناس كاع يحبوا ما يخسروش بريمير ماتش بصح كانوا لي سكور شفنا 4-4 مالي اونغولا شفنا 4-4 معليش ملاحظه مباراه نيجيريا مع مصر اللي تلعبت في مدينه قروة اليوم ارضيه جيده هايله زيد حتى الرطوبه 0% قروة لانه قروة جايه في جنوب الكاميرون درجه الحراره صحيح 35 صح ولكن الرطوبه وشفنا اللاعبين تاع المنتخبين ما كاينش عندهم صعوبات مثل اليوم نقدر نقولوا بلي نيجيريا كانت قادره تربح في سكور بلو لارج اكثر يعني كان شي فرقه اي بريزونت فورم فيزيك خارقه اللاعب وي سفيان كي تشوف لي ريزولتا انا ثاني كون جو فوا لي ريزولتا تاع كي 1-0 كلش بديتو لا ديفونس صلابه بيان سور كلش لا ديفونس بيان سور دوك دو نلعبوا على 8 حنا ديرني ماتش نلعبوا على 8 تما تحبي تقول بلي المنتخب تما تقول بلي المنتخبات جات تلعب كوب دافيك تلعب ديفونس نو اه ما نسمع منكم ما لا سيون ريلاسيون مع انت هذه كرواك هاد لي كالكول تاع البرومي تور هما يزيكسبليك لو بلوك ديفونسيف سي تادير لي دو ريزون سي لا ميم ريزون سي تادير انا جو في دي كالكول في البرومي تور دونك جاسور مي زاريير دونك سوليديتي ديفونسيف اي كالكول تاع البرومي تور سي لا ميم شوز. ناصر عباك ناصر يحب يدير بالون درع ما نحش ندير درع شوف هضرنا على كلش هي صلابه لي ديفونس بلوس لا كاليتي تاع لي جوار البنيه صابح شي لا كاليتي داكور لا كاليتي نو لا كاليتي راه تشوف الدفاع تاع نيجيريا ولا يلعبوا في لي مير هذه جا جديده هذه انا عرفوها لا لا فهمتنيش مي لا هذه داخله مع الرطوبه خليني انا نهضر لك قلت صلابه الدفاع علاش لي زابريكان يعني بري ديسبوزي لي زيكيب بري ديسبوزي لي جوار بري لما تلعب ان ديفونسور اكسيال فيه 2 متر يا صاحبي صح نصر او كونتر بارتي يا اون فاس لي ميور زات نحكموا لي ميور زات اكون تاع الشامبيون دونغلتيرا في هاد لاكان مالي صلاح لعب اليوم بعد راح نكتشفوه في الجزء الثالث لان دي ميور زات اكون اون موند اوني بيان داكور حاضر غائب دونك حنايا محمد صلاح حاضر غائب سي لا كاليتي تاع لي ديفونسور تاع نيجيريا والله اسمع سفيان لا ترانزيسيون صالح هذاك ايزولاوه شوف يفو فوغ لو ماتش ما كنتش ايزولاوه ياك يا با دو صالح ادريس اذا صلابه خشونه خطوط الدفاع هما نفسهم المنتخبات اللي لعبوا في الدورات اللي فاتوا الدورات اللي فاتوا شفنا في 2010 المنتخب تلقى 3 اهداف شفنا كامل في المباراه الافتتاحيه اللي شفناها البارح تاع الدوره الافتتاحيه 2010 اللي صارت في انغولا مالي وانغولا كانوا 4-4 مباراه ايضا كانت مهمه وكانت مباراه افتتاحيه لكن شفنا فيها 8 اهداف كامله دونك انا نشوف انه المناخ هو اللي اثر في هذا بالك النقطة الأولى ياسين، النقطة الأولى جوبونس باسكو كل واحد فيهم يتأقلم مع المناخ يتأقلم مع باليش ياسين اليوم نا في ماتش نا في بيت 90 مينوت ذاك الوقت كانوا يلعبوا غير لي ديفونسور كانت لا تاكتيك دبليو في ام صافي دير 4 ديفونسور كونتر لي زاتاكون يماركو لهم شحال تحب اليوم سي لو بلوك راه الناس قاعد ديفوندي اون بلوك
اوتوماتيكمون لي زيسباس ما كاش اليوم سي اون اريف ا فوار شاك 30 مينوت ان بوت رانا شامبيون دو موند في هذا بالك راح ديماري من بعد شويه بالك شاك 30 مينوت صافي بالك بالك اليوم انا 9 ماتش لا لا قلنا له بالك غدوه بالك غدوه بالك من الدوزيام جورني ما فيهاش ما فيهاش يعطيك الصحه يا شو داك الطموح يا بارك الله فيك على كل احنا راه مازال الاوبتيميست باش نديروا فيها فاصل نعاود نرجعوا لكم أهلا بكم معنا في الجزء الثالث والأخير تاع الحصة تاعنا تاع نهار اليوم غدا إن شاء الله كاين عطلة دوك بالك اليوم سهرانين معنا يكملوا البقية تاع المشوار أقل من 25 دقيقة تفصلنا على نهاية الحصة تاعنا ما تنساوش تواصلوا معنا من خلال الصفحة تاع البرنامج باش بيان سور نقراو الأسئلة الممكن تطرحوها على الكامل لي كرونيكور تاعنا اللي هما الأمس كانوا برزوا من خلال فقرة تاع لي برونوستيك تاعهم وفي نهاية الحصة راح نزيدوا نديروا فيها الموسم لا سيزون 3 تاعها دونك راح نزيد نشوفوا غدا ان شاء الله اذا جبتوها رغم انه كاين البعض منكم اللي جابوها فريمون بيان مي فريمون بيان دونك من لا فان تاع ليميسيون دونك بعد ما تكلمنا على المنتخب الوطني الاختيارات هكذا الاختيارات كانت صعيبه وبالك بعض الاحيان خاطئه كما قال لي قريضة حنا ما نقدروش نكونوا في مخ تاع السيكلير صديقي ومن هو ادرى بهذ الامور المنافسه مازال طويله تكلمنا ايضا على السلسله تاع لا هزايم هذه اللي مازالها متواصله وممكن هي نقعدوا نخموا فيها رغم انه نخلوها تكوتي هي الاحسن باسكو الجانب والالقاب هما الصح نتكلموا على ايضا تكلمنا ايضا على الضعف تاع خطوط الهجوم تاع مختلف المنتخبات لحد الان 9 مقابلات 9 اهداف شي قليل مع دي 0-0 مع دي بينالتي تانيك اللي تنداروا واش كان تانيك هذوك ما كامل الامور اللي جلوبالمون تكلمنا عليهم دوك نروحوا لنقطه اخرى اذا سمحتم نتكلموا دوكا على شويه دراهم صح معليش باسكو لازم كوب دافريك هي تانيك تجيب فلوس عندك لي زوبيراتور عندك ايضا مختلف المتعاملين الاقتصاديين كاين ايضا لا كاف كاين تانيك لي سبونسور كاين تانيك القنوات التلفزيونيه كاين وكاين 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 تانيك لي زاكتور دونك لي زاكتور حنا حبينا باش نديروا دوكا تيت اوفرتور قوس صغير فيما يخص النقطه هذه اللي هو لحد الان مازال الفي بارتي من العائله تاع الطابوهات حنا في الجزائر كي تحكي فلوس معليش نشوفوا السوجي تاعنا نعاود نرجع لكم باش تعرفوا على واش راح نهضروا دراهم دينيرو الحبات الحنانه كل واحد يسميهم كيما يبغي بصح رايحين نهضروا على الكمون وعلى اللي يخلصوا فور في كاس امم افريقيا كاميرون 2022 لو كان تبغوا نبداو بلي جوار الغاشي اللي راكم تضلوا تعسوا في محرز شرا ساعه شرا طوموبيل شرا دار في ميسكو سيدي يلعب في مانشستر سيتي واش بغيتو روح ليزونترينمون بماروتي ولا يسكن في براكه المهم محرز ماشي داخل في الكلاسمون تاع اللاعبين اللي يخلصوا غايه ومتواجدين في لاكا المهم في المركز الخامس فرانك كيسي اللي يلعب مع اسماعيل بن ناصر في ميلان بقيمه سوقيه تاع 48 مليون اورو وفي المركز الرابع يجي ويلفريد نتيتي 60 مليون اورو هذا اللاعب غير في 2017 غير هنا برك كانت قيمته السوقيه 8 مليون اورو صاحبي السومه تاعك طلعت اكثر من الزيت وفي المركز الثالث أشرف حكيمي 70 مليون أورو وفي المركز الثاني ساديو ماني 80 مليون أورو هذا ثاني القيمة تاعها طاحت صح أنا البند الطولة تاعها فيها مسحة ولا روتوش على خاطر عندها عامين في 2020 قيمته كانت 150 مليون أورو ورقم واحد بدون منازع واللي اليوم خرجنا بخرجة بوحدة تصاور ما فهمنا فيها والو هو محمد صلاح ب 100 مليون أورو صحتك أخويا صح يا الاخر خطينا ندوك الخرجات ندوك الحطات باسكو راك يتشكل نروحوا للمدربين ونهضروا هذا المره بالدولار وما نطولش عليكم بالماضي جاي في المركز الثالث ما نقول لكم شحال حتى سفيان يقول لي ونقول لكم رقم 2 كيروش مدرب تاع مصر ب 85 الف دولار شهريا ورقم 1 هو وحيد علي لوزيج 89 الف دولار شهريا تسمى قريب زوج ملاير في الشهر راه مقطع الاتحادية تاع المغرب على خاطر لا من 2019 في اليوم والله حاجة ما دارها يا صاحبي كل واحد فيكم يحكم البوزر تاعو والسؤال يقول هل أنتم مع أو ضد فكرة إخفاء منح تاع الطواقم الوطنية باسكو كنا نحكوا على المنتخب باسكو كي تلحق المنتخب سي ان بو سونسيبل كي تلعب خدامك تخدم في نادي خدمتك كاين اللي بالك يقول لك لا لا كي تلحق الطاقه المنتخب الوطني نو فيها دخله فيها رغم هي مهنه صح لا ما انتم ضد او مع
كل واحد فيكم بوزي الكرون قلع قبيلات سبعة. رضا مراد، انا بالنسبه لي يعني مادام قلت مهنه مدرب هي مهنه، وفي كل مهنه يعني اي واحد مدى به ما يعرفوش الاجره تاعو، يبقى يعني سريه يعني العقد، تقاضي في العقد يبقى امر خاص. عندنا ولا نهضروا عامه؟ لا بصفه عامه يعني. داكو. وبالنسبه للجزائر احنا كل ما عندناش المعلومه تاع الاجر الحقيقي تاع الناخب تاعنا، ولكن حسب الترتيب راهو ثالث، مش عارف ولا عن الارقام الحقيقيه اللي تاكد انه في المرتبه الثالثه، ربما ما عندناش الارقام. دكتور ضد ولا معه؟ انا ضد. ضد؟ ضد الكشف عن الارقام. كشف الارقام. رضا، انا مع الكشف عن الارقام، لازم يمدونا باسكو هذا اولا سيت ان نون بوبليك، ثانيا طواقم. طواقم يعني كامل، ما تهضرش على الشخص. اي معليش، طواقم فنيه باسكو علاش؟ في العالم كاع، في الالمان تعرف شحال يخلص فلان ويخلص فلان ويخلص فلان، هذه هي الشفافيه والنزاهه. وبصحته كيما باغ اكزومبل بالماضي يدي نامبورت كال سالير، انا بالنسبه لي يستاهل، لانه قدم للكره الجزائريه واش وصلنا حاليا، سي نقولوا بربي سبحانه، لكن بفضل بالماضي واش وصلنا مع الشفافيه في الكشف عن الرواتب. يوسف، ما فيهاش عيب اليوم كان الجميع يعرفوا الراي العام، يعرف الصالير تاع الماضي ولا حتى المكافآت تاع اللاعبين في البطوله، ما فيهاش عيب. هذا راه يعمل، يقوم بعمل من حقه يؤدي اجر، وطبعا مادام هو شخصيه عموميه مثل ما يحدث في كل دول العالم، فما نظن ما فيهاش يعني حرج لو اليوم تكون عندنا الراتب الحقيقي لجمال بالماضي ولا حتى المكافآت. من باب الفضول؟ من باب واش؟ ليس من باب الفضول، لا ما فيهاش من باب الفضول، من أنا باب الاعلام. من باب لا يعني من اعلاميا لا يجوز، ليس من باب الاعلام. لا اعلاميا نعرفوا كامل المدربين تاع العالم شحال يخلصوا، كامل النوادي العالميه ولا المنتخبات العالميه. زعما كان طرح لكم سؤال، ما تزعفوش. صحفي طرح سؤال شحال المدرب ما يطرحش السؤال، لكن كيفاش تجيب المعلومه؟ لكن لا ما فهمتنيش، انت طرح السؤال نتاع كان زعما هكذا كيما احنا هكذا وحدنا هكذا، فاش تقدر تهمنا يعني؟ بارك الله دوك هي رايحه فضول. لا لا بارك الله فيك، يعني هذا واش كنت راح نتكلم انا، مادام راك عارف راه يقوم بعالم اي تو ترافاي ميريت سالير، انت راك مقتنع باللي دار عامل، علاش راك تحوس على السالير تاعو؟ فيكو اليوم دار العامل نو شارج با سون سالير يعني. ولكن هذا دخل ياسين الشفافيه، شوف في كل دول العالم نخدم نخلص. اسمح لي ياسين، معليش اسمح لي. لا في كل دول العالم ولا في كل اتحادات العالم تعرف السالير تاع المدرب. كان عاودوا الفكره تاعك انا معاه انا، بصح كان عاودوا نولوا زعما انت كنت لاعب، احنا كنا نعرفوا كاع شكون شحال كنت تخلص، انت علاش دوك ما جاياش؟ علاش راك تدافع دوك العكس؟ رغم انت كنا نعرفوا كامل شحال كنت دي مثلا. والله ما كنت عارف يا صفي انا شحال ندي، انا ما كنتش عارف شحال ندي، كيفاش انت تعرف؟ والله ما كنت عارف شحال ندي، نفسيا والله ما نعرفش شحال ندي. قول والله اقسم بالله ما نعرف. انا عطيتك ليكزومبل غير هكذا برك، لو ما تخطفها في السما، بصح مي راك تحوس عليا يا باطور، راني هنا سيدي ما كاينش مشكل. كيف مدا كنت تخدم باطل ولا كيف؟ اي شفت كيفاش؟ عاد تقول لي ما على بالي. تستنى ما حبيت نقول لك اللاعب، الاغلبيه يقول لك انا مع اخفاء يعني، لا الاغلبيه يقول لك فلان يدي طون، انت راك تدافع على الفكره اوترومون، هذا واش حبيت نقول لك؟ شوف انا مع خديت المثال تاعك تاع غير هكذاك برك. باسكو علاش انت كي تقول كونت اون فو شارشي شحال يخلص بالماضي ولا شحال يخلص؟ صافي دو زون ولا تروا زون كبالك كاين الناس على بالهم يل فو با ديفولغي توت افي. علاش يل فو با ديفولغي؟ باسكو هي بون خدمه الصحافه. قال لك كوا تقدر تعاوننا يعني؟ ما تعاوننا في والو يعني، ما تعاوننا في والو. روح لمصطفى واير. جو فو فريمون با، وعلاش ما يقولوش شحال يخلص؟ سي سي سكري ديفونس. نو ما مش علاش تقول شحال يخلص؟ ما لا ساعه مالي انت كنت على بالك شحال كان يدي سعدان مثلا؟ باش نكونوا وي كنت باش نهضروا غير على السيد، خلوا السيد يطرون. نو ماشي نهضر على بالماضي، نهضر على لونترينور ولا فايد بو امبورت، ما نديرش اسم، انا نهضر على المدرب. وعلاش ما نعرفوش شحال يخلص المدرب؟ علاش؟ سي با ان سكري ديفونس. كامل المهن نعرفوش شحال يخلص. علاش ما نعرفوش شحال يخلص؟ الجانب بالك اوفيسيال. هاي محمد تفضل. انا جو توتالمون كونتر لا ديفيغاسيون تاع السالير. ولي شي فلام يخرجوا هو قال لك على بالنا كاع شحال يخلصوا، راك شير بلي هذا هو سالير. كان هذا تريتي نو نو نو، انت قلت على بالنا. سي لي ميديا اللي يمدوا دي شيفر، بصح لي شيفر لي فري بيرسون نو سي لي شيفر سون فري او با. حنا انا بيرسونيلمون ميم مانيش اون بوبليك، ما نحبش يعرفوا الناس واش نخلص. في لي كونترا، في الكونترا دون تو كونترا يقول لك كلوز دو كونفيدونسياليتي. كلوز دو كونفيدونسياليتي خويا، لي كلوز هادوما في كونترا ما لازمش يخرجوا ني من هاد لابارتي ني من لوطر.
بصح كيكون لارج كيكون كيكون بصح كيكون لارجون بوبليك يعني يحب يقول تاع الدوله اسكو جي با لو دووا خرجت لي بينو محمد لا اسكو جي با لو دووا انايا اون طونك سيتوين ارجيرين دو سافوار سا با با مي بصح جي با لو دووا سي مون بوبليك اسمح لي لو سالير كي توش اللي بويزي تريزور بوبليك ولا الاخر لي سبونسور لي سبونسور سي كي سي دي سوسيتي نو نو لا 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 يا يوسف ما عندها حتى على لا ما عندها حتى على كان دي جي لا لا كان شركات اجنبيه نو في الصالير تاع بالماضي لا لا كي قال لك سبونسور كي قلت سبونسور حبيت نقول لك ماشي كاع سوسيتي ناسيونال لا 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 بلو غراند بارتي سي لا سوسيتي ناسيونال اللي نعرفوها كاين هي كان عاود علاش انا تمنعني نعرف شحال سطافي وانت علاك حاب تعرف من حقي نعرف انا طرح طرح السؤال من ومن انت علاك حاب تعرف فضول واش يهمك واش يهمك فاش يهمك يعني يهمك فضول هذا اكثر من والله غير يهمني اسمح لي واش يهمك انت يلعب بالقبله ولا يلعب قاسي ساعي واش دخلك لا 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 ماشي كيف كيف على ماشي واش يهمك واش يهمك تعرف واش يهمك هاني جاي واش يهمك تعرف والله ماني احنا ماشي يهمني اسكو يلعب فلان ولا يلعب فلان ما نعرفوش عليه احنا يهمنا كميتي انه نتايا دير تحليل تعقيب على امور وقعت القرار الاول والاخير يبقى للسيليكسيونور وانت كف الصحافه الدور تاعك تمد وجهه نظر ماشي تفرضها هنا رانا نقولوا تعقيب ماشي يهمني نو مي اسمح لي دون سي كونديسيون دون سي كونديسيون وعلاش كيما انت تقول واش يهمني انا نقول يهمني وعلاش انت اللي ما يهمكش تو ال دروا دو دير ما يهمنيش وعلاش انا اللي يهمني تقول لي واش يهمك رايح باك فيلو هذه على بالك باك فيلو راح باك فيلو باك فلسفه هذا بون انا رايي الناس تحب تعرف فضول اش كيت فضول ماشي فضول انا رايي مثلا قال اليوم لاي اتحاد يتعاقد مع مدرب كبير وفق نتائج واهداف معينه قال هذا المدرب جبناه بهذه القيمه الماليه الكبيره باش مثلا يجيبنا كاس اوروبا ولا كاس افريقيا لذلك الناس تحب تعرف يقول لك هذا المدرب اذا كان كلفنا غاليا وما كانش نتاج انا نسال هذا المدرب جبناه بقيمه ماليه مثلا نعطيك او قدامك مدرب اللي ورينا الارقام تاعو حساب صحافه قريب جوج ملاير في الشهر ما جاب لهم والو المغرب 2019 ملي بدا كابيلو كابيلو في روسيا كابيلو هذا هذا اللي تكلموا عليه كانوا كامل الصحافه تطلب خص شويه باش يجيبوه خص شويه تحطوه هو يدير التشكيله ما رغم انه مثلا روسيا عندما تعاقدوا مع كابيلو في 2014 انجلترا باموال كبيره باش في كاس العالم يروحوا بعيد حتى تقصوا في الدور الاول امام كاين واسمو اسمح لي دريس يلا بوزي ان بروبليم سيريو وعلاش نعرفوا السالير تاع ان بارلمونتير وعلاش ما نعرفوش السالير تاع سيليكسيونور ناس سي با كاين لا كيسيون دو لا ريبوبليك نعرفوا واش حيخلص لو ميليس نعرفوا لا لا ما نعرفوش راه عند رضا معليش سي با اي تلفت لنا يروحوا البلدان المتقدمه كيفاش يمشوا اكيد جدوا العقد تجديد العقد برك يعطوك كاع المونطون قال هاوليك السينيا كدا حنا تموت وما تعرفش الحقيقه في الجزائر انا نهضر على الجزائر مش نهضر على البلدان لا لا يخرج في بينه محمد صح نروح الموضوع هذا اخر يخلص بس كي نكمل هيدا تدخلوا في فيلم واحد نروحوا لي برونوستيك اللي الحبه اللي نحبها بزاف انا نروحوا الغدوه نروح نشوف القدرات تاعكم شوف واش التكهنات الرائعه نمشي الراك المخرج ومشي الراك اليوم مصطفى جو مجلس في الراك غدوه يا دار شكون حيجوز اليوم كي يقول هكذا بوكش معناتها كاع ماتشنا اليوم ليك هذه مصطفى دوك 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 هذاك شوف مو مصطفى استعرب بي سي موي راح صدم نتوما دوك شوفوك بعطوني الطابلو تاع غدا ان شاء الله اللقاءات اذا سمحتم نبداو بلقاء هايل ممتاز رائع على الساعه الثانيه سخانه لميديتي كالعاده وكذا خلاص حبست الهضره خلاص بطلت هو كان راح يكون هايل عباك عزوز كيفاش لعب برق بق تونس مالي نبداو بريضا رضا كونسونتري فور الله يسترك لا واعره واعره انا نقول لك بلي مالي غروند ايكيب تونس صافا تاعو انا مي معليش رغم انه دوك الصحافه الا هي غير باش قال الشوالي قال هذا ولا ما فهمش عباك شكون يهمني انا شغل هذه يا خويا مسكين هذاك يهضر وش يحب اكس خلعتني على بالك خلعتني انا قلت سي بون لا هذه اكس ماشي خممت لها ماشي خممت لها مليح اكس رضا لا لا بصح الحق رضا رضا قال للمخرج دير راك الماتش هذا انساه ورايحين بعيد خلاص سي بون سو صوفيا نا تفضل عباك مول 14 كان 0-0 بصح ولا غنقول معليش تونس يربح ها هي تونس تونس اللي خافين نقول تونس
تونس مستعرب تونس مصطفى بويفر. انا نرشح مالي اللي كان اقوى منتخب في تصفيات مؤهلة للمونديال لقطر، الدفاع ما تلقى حتى هدف. تونس ضغط كبير جدا على المدرب منذر الكبير بعد الاخفاق في نهائي كاس العرب، ونحل غارديا مشاكل فيه مشاكل وعدم تحكم في المجموعه وذهاب المساعده عادل السليمي. نظن نرشح مالي للفوز بهذه المباراه. مراد. انا كذلك نرشح المنتخب المالي لانه حاليا او احسن منتخب افريقي. مالي. محمد صاحبي. انا مور الجيري جو سوي فان تاع ليكيب تاع المالي. مالي وانا سي لا سيربريز ان شاء الله. المالي مالي سمعنا سفيانك وحدك مع تونس. ادريس. مالي نتوقع انها تروح بعيد في هذه الدوره. مالي مالي تروح بعيد حاجه واللقاء تاع الغدوه حاجه تروح بعيد باين بلي حتربح غدوه. ايه ما احنا اليوم ما كانت باينه بلي نربحوا اليوم على بالي. مالي مالي منتخب مالي بو 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 عاونوا اخوكم تونس. ها يا زيدي تونس اليوم كاع كنا اسمع اليوم كاع قلنا الجزائر تونس تونس الجزائر طفا احترام كاع قلنا الجزائر تضامن هذا تضامن سجل عندك اخرى سجل صاي عندي يوسف. انا نقول ماتش ما تعادل وراني مع الراي تاع محمد مالي راح تكون عندها كلمه كبيره في البطوله. قلت تعادل يوسف تعادل وخلاص جميز على المالي. راك مع رضا دوك انت راك معايا انا ورضا ديك ياسين دوك يبعثها لي الدور قال لي انا ماكش على باش نخلص ماشي نهبل انا دوكا ماشي نهبل انا يا تخلص لي ميزون نقول لك واحد الحوايج روح علاش علاش ما تحب تونس اه تونس هما كاع قالوها لا لا هما قالوها شغل خمو انت انا حاب تونس لا حاب حاجه برونوستيك تونس سي بون هاي الدوزيام ماتش على الخمسه ما يقدرش يحب تونس كامل راه في تونس خلاص سير رجلي سي بون توتي نوتي هاي موريتاني غومبي موريتاني غومبي هاي بالخفلي جو نول نول يا نول هاي نول يا نرشح موريتانيا والله اه مراد ماتش نول اه صح موريتانيا محمد لا غومبي لا غومبي بلو لوجيك موريتانيا ادريس موريتانيا موريتانيا ايه ايه ناصر غومبيا غومبيا موريتانيا موريتانيا واتشنو هنا في ليميسيون غومبيا غومبيا ياسين غومبيا اوكي 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 بون اللي قال يكون كامله كنت تسناوه هاي تلعب على 8 يتلعب على 8 ميور سيناريو بالنسبه للمنتخب تاعنا هو ماتش نول باش نعاودوا كل شيء زيرو نعاودوا البوزا كما يقولوا لا يحبس ويخرج لهم دي جوار واحد فوالا مثلا يخرج لهم 3 جوار برا باش يزيدوا نحصلوا فيها باش تعرف باش يزيدوا نحصلوا حارس مالي اليوم غائب بسبب المنشطات حارس كوت ديفوار حارس كوت ديفوار رسميا ما يشاركش في الكان قبو قضيه المنشطات داروا حكات باين داروا الطعن داروا الطعن اليوم قرار نهائي اللي اوت في الكان يلعب في البطوله الاثيوبيه اسمع في هذه الامور هذوما كيكون ما كان دير الطعن سفيان الحارس يلعب في البطوله الاثيوبيه هم يهضروا عليه وبالا تيستي تيستي هيا كوت ديفوار دوكا لقاوها لي الحل تاعها هي احنا نحبوا لا لا دوكا اعطيني الحل انا ناخذ كوت ديفوار انا برونوستيك نو برونوستيك انا سي لا كوت ديفوار انا نرشح كوت ديفوار اه وي ابا كوت ديفوار جوز برومي يا جماعه باش تفهموا مليح روح واصل جوز برومي ما قلتلكش تخلص برومي جوز برومي انا نرشح كوت ديفوار كوت ديفوار كوت ديفوار مراد صديقي او يخمم مراد ماشي يخمم بابك يعجبني يتكامل السياج غاس غاس رينيو يموت على رينيو غاس يموت على رينيو بابك عمري ما فهمت يدير لي رينيو بزاف ويغيز ويجيه الالهام كي يشوف ناصر ما بالش لاكيني لاكيني وي 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 هالك تخمام كي يشوف القمجه تاع ناصر تصرا هكذا فوالا فوالا كونسونترا معاه هذاك كونسونترا 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 لاكيني لاكيني قلت لكم واش نتمنى ولا لا لوجيك؟ لا 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 لوجيك برونوستيك ماشي لا برونوستيك بلوتو ماشي لا لوجيك برونوستيك وي برونوستيك كوت ديفوار داكور سا مارش كوت ديفوار اه والله ماكوش وطنيين كاع يا خويا تما باش عندك شغيكو كوت ديفوار كوت ديفوار فايدة مصطفى لاكيني قول لي لا لا هضرت على الوطنية لا لا اللي قصر يضربوا بيناتهم يحبس الماتش ويخسروهم فيزا مليح مليح لاربيتي دبليسا لاربيتي دبليسا يتصرا حاجه انا نشوف ماتش نول ما قدرتش بون ماتش نول سا سري مانيفيك المير سيناريو سا سري ماتش نول
دونك يوسف كوت ديفوار. كوت ديفوار ياسر. كوت ديفوار. دونك اذا هنايا هذو لي برونوستيك تاع الزملاء تاعنا. برونوستيك تاعنا تاع الزملاء هذا هو كما قال اللي ناخذوا اون ريك. نعطيكم معلومه انه اللقاءات هذو ما كنتشوفوهم تاع الزوج باينه يتلعب غير بالعقل تاع الخمسه والهيك اللي ممكن كذا والكامل الانديه ولا كامل المنتخبات البرنامج يتبدل دحب يقول اللقاء المقبل تاع المنتخب يتلعب الخمسه وتروازيام ماتش يتلعب الثمانيه وجو جايين وتاع الزوج يتلعب باويكلو ما كاش قال لي راهو اصلا يتلعب باويكلو راهو اصلا يتلعب باويكلو اي لا سيست يكونوا راهو اصلا يتلعب باويكلو نكملوا هذوك باخر سؤال اذا سامحتم هل ممكن للاعبين اللي دخلوا اليوم كاحتياطيين ممكن تلقاهم في المقابله الثانيه هل قلت لك هل لاعبين هما خمسه دخلوا خمسه هل ممكن تلقاهم يبداوا الماتش لا بروشين فوا رضا عباس تفضل يقدر كيما باغ اكزومبل اليوم بندبكه دخل اذا اذا شونجي لي دون اليوم يقول لك الزملاء باللي يدخل زروقي التيران تاعو بالنصر التيران تاعو انا بالنسبه لي اليوم بندبكه بالماضي هضر عليه بعد لا كوب عرب قال لك هو حتى المهضر عليه حطوه في البون اليوم كيما انا بالنسبه لي بندبكه عنده مكانه في المنتخب الوطني سواء ديفونسيفمون ولا كما كان يقول ياسين وناصر اوفونسيف ادريس يقدر يكون انا نشوف انه صعب باش يدخل بخمس لاعبين يدخلوا في الشوط الثاني خصوصا بالرحمه ما قلتلكش في خمسه في خمسه من الخمسه يعني من الخمسه نتوقع اكيد ما كان لا قاعد يدخلوا على اكيد اكيد كي تشوف هذيك لاكسيون هذيك ما كان لا قاعد انا على جل بالرحمه قلت انه مستحيل يلعبهم في خمسه في يبدا بهم في المباراه من الخمسه يا راجل يا فهمتك فهمتك سفيان اي ينظر لك على اللاعبين يقدر اكيد يبدا بالمنطقي يقول له انه يبدا ب بندبكه في مكان بالقبله اه ناصر تفضل الوحيد هو بيبيك يقدر يبدا اللقاء اباك بالماضي زعما كيما مصطفى تقول له بيضا يقول لك حنا بيبيكا غير دير مخده وقعد في البون انا نقول لك من دوك راك سير راك سير علاه حنا نقول لك بارابور الاداء تاع اليوم تاع لي سانك زروقي بن ناصر دي شوف لا شاف الدوره ومليح يلعبوا هما لعبوا هما ما كانش داك الوحيد ربما يكون محمد نجح بوركوا با بن ناصر زروقي وبن دبكا وي 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 يوسف ما نظنش بالماضي راح يغير باسكو ما يحبش تغيير التحضير دونك يعاود يولي زروقي ويعاود يولي بن ناصر ويعاود يولي لا ميم تاكتيك تاع بونجاح راح يغير راح يدخل على طول ما نظنش انا اتوقع بونجاح يعاود يرجع للتشكيله الاساسيه مع عوده بن ناصر وزروقي والله راني معك في التوقع هذا مصطفى وشنو اللي حد الان هل عندكم معلومه رسميه وعلاش خرج بدران باسكو باك ديفون شك هذا الاعلام انا كيفاش يا ناس جازوا خمس سوايع السوايع مازال ما فقنا ما فهمناش لك اصابه لك اصابه لك بلاش معلومه رسميه ما فيش ما نعم ما كاش ما كاش وما كاش صحفي كان في الكونفرنس دو بريس طرح له هذا السؤال البطاقه ربما ما كاش في انا قرات البطاقه انا نظن البطاقه ما نظنش انا ما نظنش البطاقه هي في با امبريسيون تاع فريق الخصم كبيره 80% بطاقه 80% اصابه أيوة. اللقطه الاولى في اللقاء كانت منطقه غير لا كل جو راه باقي يديك كارطو تخرجوه ماهيش فاريه كي يصير سفيان بلي بالماضي لو دوزيام ماتش هذا يلفا بريباري ليكيب تي تاعو اللي راح يلعب بها الكوت ديفوار وربع ايام يعني بالك تكون مده تسمح له باش يحضر براتيكمون سي كيما نقولوا التشكيله المثاليه تاعو اللي راح يدخلها في دوزيام مورا دافون بونسي على كوت ديفوار كوت ديفوار لا كان قال التشكيله راه حتلعب مع لا كوت ديفوار لا لا راح يخمم نو سي باسكو ليكيب اللي دارت برومي ماتش با ليكيب ايديال تاعو دخلت بلي سير كان لي زابسون دونك راح يدخل بالتشكيله تاعو وبالماضي معروف عليه ما يبدلش دونك عنده دو ماتش ماشي راح يجيري عنده دو ماتش امبورتون يزيد يربح لي دو ماتش دونك راح يلعب لك على بلاص دو فاغ هو اللي سيبن دبكا كيما قال في اللقاء القادم راح يكون في التشكيله الاساسيه بالعمري راح يعود الى التشكيله الاساسيه مازال كاين ايامات باش نحكوا على التكهنات نحكوا هذا نتاع الاحتمالات نحكوا على كامل هذه الامور شكرا لكم على الحضور شكرا لكم نتلاقوا بكم ان شاء الله كما اليوم اون فورم غدا ان شاء الله بالك نتمناو لا جورني تاع غدوه تكون بوكو بلو بروليفيك بالنسبه لهذا تاع الاهداف ونفوتوا لا باراديه تاع لي ان بوت بار ماتش بالك 0-0 شكرا لكم يعطيكم الصحه الوفاء نتلاقوا بكم غدا ان شاء الله في عدد واحد اخر وجديد تاع كان ما تقول حتى واحد